بن سالمين بن قطامي الطاير كفو كفو والطاير اللحظات الأخيرة الطاير بن سالمين بن قطامي الطاير 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 صاحب الرمز في مهرجان الأمير الوالد تهانينا والناموس لمالك الطاير عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين وفي عبد العزيز بن جار الله بن سالمين تستاهل ناموس الطاير واختطاف للشوط الرئيسي للإنتاج. يا مرحبا يا أبو بريك وتستاهل خير وعافية. وش سلالة الطاير؟ سلالة الطاير يبيه طال عمرك طاير بعير الشيخ تميم أمه من الإنتاج مشاركاته طال عمرك دخل أول دخول في التمهيد الثاني وخذ السيارة وعقبها طال عمرك دخلنا فجهزناه للركض الكويت وكان قابلها تمهيد السابع وخذ شوطه الرئيسي في التمهيد السابع تذكر وراح الكويت طال عمرك وثاني على السيارة شوط اثنين وعقب طال عمرك خذ رمز الوالد. نعم نعم. واليوم كيف كان مساره في الشوط؟ اليوم الحمد لله يا مبارك ما انضغط البعير سبق بريحيه لحق قام ورا وقرب منهم طال عمرك عقب ما تعدوا لوحه الثلاثه كان في نص المسافه في نص الحلال وعقب طال عمرك فتحوا كيلو اثنين كان مدبرهم رابع خامس ويوم وصل كيلو 500 وهو تقريبا موقع خامس او رابع اذا ما خاب ظني وما جات هوامر الا في 800 طلعنا عصا. نعم اليوم واجه بنقول لك منافسه من بعير بن قطامي بعير ماخذ رمز وبعيرك ماخذ رمز كيف ما كانت اعصابك شوي متوتره من البعير اللي مع الطاير في رصيده رمز؟ والله شوف يا ابو بريك من ناحيه الاعصاب متوتره تاكد 100% ما حد برايح في شوط رمز ولا في شوط انتاج رئيسي الا يعني كامل وجاهز يعني في غايته الجهوز ومستعد استعداد ما يحتاج. والله بيني وبينك اليوم ما في يعني ما شفت منافسه صعبه لان البعير لو تشوفه لحق عصاه مغروزه. نعم في مهرجان امير البلاد المفدى والعرب قد حركوا طلعنا عصاه ما حتى ظلمنا طلعنا عصاه وسرح البعير. نعم عبد العزيز في المهرجان الختامي بنشوفه في شوطه في الانتاج ولا بيروح المفتوح؟ والله يا ابو بريك شوف التوفيق هذا بيد الله سبحانه وهو الطاير الراحل الراحل المفتوح سمعت ولا انقعد في شوطه الرئيسي كلها رموز وهو الراحنا والراحنا باذن الله انه بيض الوجه بشرك ماضيه مشرف والبعير سابق بيده وظاهر بذراعه. الحمد لله جعلنا مسن دائما ابو سعود وهذا الفوز لمن تهدي؟ اهديه طال عمرك الوالد جار الله بن حمد بن سالمين ولمضمره علي المالكي والمحبين شعار جار الله بن سالمين.